طيب راح احكي لكم النكته حكى لي اياها واحد شيخ صاحبي. في قريه اكثريه اهلها على البركه، كل ما يجي رمضان بيجوا لعند شيخهم وبيقولوا له شيخنا امتى العيد؟ هلا لانه نهار حر وطويل وما عندوش لا روزنامه ولا عنده راديو، فراح قبل رمضان بيوم حط بجيبته 30 حبه حمص، وصار كل ما يمرق يوم من رمضان يشيل حبه، لما يسألوه شيخنا امتى العيد يطلع الحمص وقد 20 يوم باقي له، 15 يوم، 10 اللازم منه. بيوم الايام الشيخ عنده حفيد الأب ازهر شقي، صار يفتش بشروال جده فلقى حمص، قال ايه هذا جدي بيحب الحمص، راح جاب لك كمش كبير وحط له اياها جوا. ثاني يوم بعد الافطار بده يروح الشيخ على الصلاه، ولا بيسألوا واحد شيخنا امتى العيد؟ قال له امتى العيد؟ ها طلع هيك ايه يعد حبه حبه خربت ورد يعد يعد، شيخنا امتى العيد؟ قال له ما على هوا الحمص ما فيش عيد. الله يبارك فيك يا سيدنا، قبل شوي بكيتنا وهلا فرحتنا وضحكنا. لا ماك يا سرحان، شو بدنا نسوي؟ هي حال الدنيا. ما سمعت الشاعر شو بيقول؟ رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك به قصورا، فلم تبقى الملوك ولا القصور.